بكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء في هذه التغطية المتواصلة والمباشرة من قناة الحوار في لندن إذا تنحى مبارك وكلف القيادة العامة للجيش المصري بتسير شؤون البلاد في هذه الفقرة أرحب بطيفية هنا في الاستوديو الاستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفه القدس العربي صادرة هنا في لندن وكذا الباحث والاكاديمي الفلسطيني الدكتور عزام التميمي دكتور عزام التميمي بديش اسال ولا سؤال <applause> شو كان شعورك شو كان شو, شو اول اول كلمه قلتها لما جاء هذا البيان وتنحى هذا الرجل الله اكبر الله اكبر, آه، الله, أكبر. آه، الله اكبر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يعني هذا يوم مبارك يوم فضيل اعز الله فيه جنده ونصر عباده المستضعفين وأرانا بأم أعيننا نتيجة النضال والكفاح أن الشعوب إذا أرادت فعلا فإن الأمور تسير كما تريد وشعب مصر أراد فحصل فكان له ذلك أستاذ نعم. عبد الباري يعني يعني الآخر لحظة كان هناك يأس حالة يأس من هذا الرجل لن يتنحى قالوا عليه عنيد قالوا عليه أنه رسول شديد كبير وأنه ليس هذا هو النوعية الرجال الذين ربما يتخلون عن السلطة بسهولة يعني أولاً دعني أهنئ هذا الشعب المصري العظيم، أهنئ هذه الأمة العظيمة بهذا الانتصار الكبير. أنا عندي ثأر شخصي <applause> يعني لا أعترف يعني دعني <applause> يعني دعني <applause> لا لا ارجوك انا أتضل هذه اللحظه لحظه <applause> شوف احنا اسقطنا بعض التحفظات الكثيره بهذه التغطيه خلينا ارجوكم يا يعني ارجوكم <applause> قلبي مليان انا 22 سنه وانا اعاني من هذا النظام بشكل شخصي صحيفتي ممنوعه انا ممنوع من دخول ارض الكن اللي انا حبيتها وتعلمت فيها ومدين بفضلها فيا اخي من هاجموني في الصحف المصريه كلها بالصفحات الاولى رؤساء تحرير يهاجموا رئيس تحرير على الصفحه الاولى يا اخي مش معقول ها اذلوا امه بكاملها جعلونا خدم عند الصهاينه انا اقول لك شيء انا اكتب منذ 35 عاما اكتب بشكل يومي يعني واقرا بشكل يومي يعني اصحى على القراءه وانام على القراءه واشاهد التلفزيونات اجمل خطاب قراته في حياتي هو كلمات عمر سليمان عديتهم بالكلمة 12 كلمة 12 كلمة أقوى وأبلغ 12 كلمة قرأتهم أو سمعتهم في حياتي الرئيس حسني مبارك بسبب الظروف العصيبة الرئيس حسني مبارك قرر التنحي وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والله يحفظهم كأنهم آية يعني تعرف من كثر, من كثر ما أنا من كثر ما أنا محتقن يا أخي والأمة محتقنة شعوري يا أخي اليوم بدأت كرامة الأمة اليوم بدات الغمه تزيل عن هذه الامه اليوم اصبحنا نفتخر بان نقول باننا عرب واننا مسلمون اليوم انا يعني امشي والله مش, مش مصدق والله اقرص في نفسي معقوله معقوله يعني هذا الرجل يعني امس انا لا اخفيك امس كنت في البي بي سي العربي او يعني اول مره بطلع من من احداث من اول احداث كنت مش مشغول بالجريده قررت كنت اعتقد اني ساحتفل يعني قبلت ان اظهر على التلفزيون انه على اساس انه هذه لحظه احتفال تاريخيه يجب ان اكون فيها واسجلها فذهبت والله العظيم لهذا الغرض لانه بدي القي خطاب فانا اقول يا رب ما يلقي الخطاب وانا مش موجود حتى فشلنا رجل رجل يعني كان يتحدث بغطرسه وهذا عمر سليمان كان يتحدث بغطرسه وكم زي ما تفضل الدكتور عزام يعني يعني كانهم ملكوا العالم كله اذلهم الله والله يا اخي الله الله قدير وعنده حكمه يعني هؤلاء المتغطرسين فيا اخي انا 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 مثل هالامه يعني انت مبسوط يا استاذ انت فرحان يا اخي عشان <applause> اشوف الفرحه بعيني الدكتور عزام دائما متجهم يعني دائما اقابله متجهم يعني يا اخي هو متجهم من مبارك راح طيب اليوم ما شاء الله ابتسام عمرك شفت اسنانه الدكتور عزام <تصفيق> <تصفيق> دكتور عزام لكن للحظات الاخيره كان بعض الطغاة يضغطون على واشنطن بأن تبقي هذا الرجل جاءت هناك تقارير رسمية بأن السعودية الأردن والإمارات وإسرائيل أيضا ضغطت على واشنطن بأن لا تضغط على مبارك وأن تبقي هذا الرجل كيف, كيف هذا يعني هذول ثلاث أنظمة عربية اختاروا أن يكونوا في خندق إسرائيل آه. تصور يعني مصيبة المأساة والله والله إنها مهزلة آه والله. يعني فيش مهزلة في التاريخ العربي والإسلامي أكبر من هذه المهزلة إنه بيضغطوا على أوباما إنه بلاش تضغط على مبارك وتتخلى عنه خليك ماسكه ليش لماذا لأنهم يخشون على إسرائيل معظم الناس الذين لم يرحبوا بثورة الشعب المصري لم يخطر ببالهم ما حل بالشعب المصري من نكبات خلال الثلاثين عاما الماضية ولا حتى بيفكروا فيه لا بذكروا التعذيب ولا بذكر المعاناة ولا بذكر القتل ولا بذكر السجن ولا بذكر الإبعاد ولا بذكر الفساد ولا بذكر السرقات ولا بذكر الانتخابات كل همهم هم إيش إنه لو راح مبارك ماذا سيحدث لإسرائيل يا أخي يغور هو وإسرائيل يغور هو هو إسرائيل التي صنعها الغرب وفرضها علينا واحتلت ديارنا وشردت أهلنا كمان يجوا العرب يحموها ويثبتوها فللأسف هذه الأنظمة العربية التي تآزرت مع إسرائيل تطالب أوباما بأن لا يتخلى عن مبارك طبعا في خبر ثاني أنه الملك السعودي استعد أن يدفع لمصر المبلغ الذي تدفعه أمريكا فيما لو تخلت أمريكا عن دفعه يقف في وجه الشعب المصري تصور أنت هذول الطغاة يقفون في وجه الشعوب والله في هذا اليوم أدعو مخلصا لله سبحانه وتعالى أن تثور شعوبهم عليهم وأن نرى فيهم يوما كالذي رأيناه في مبارك أدعو الله مخلصا أن يذهبوا وينقلعوا من امام شعوبهم حتى تتحرر كما تحرر الشعب المصري وكما تحرر من قبل الشعب التونسي التونسي على ذكر اسرائيل كانت حتى يعني التحاليل هنا في الجرائد البريطانيه والامريكيه والفرنسيه تقول بانه هذا التحالف مع اسرائيل والعلاقه مع اسرائيل والدور المصري الاقليمي المطلوب امريكيا ربما هذا سيحيل دون ان يذهب هذا الرجل، يعني مستحيل ان يذهب هذا الرجل، هل كسرت هذه الشعوب هذه التحليلات وهذه الفلسفات؟ يا اخي هذا يؤكد بانه اراده الشعوب اقوى من امريكا، اقوى من اسرائيل، أوه. يا اخي هذا الانسان في في ميدان التحرير، هذا الانسان في الاسكندريه، هذا الانسان المصري العظيم في السويس، هذا الانسان في في بني سويف، هذا الانسان يعني قزم امريكا وافشل كل مشاريع امريكا وغير المعادلات كلها في الشرق الاوسط نحن امام شرق اوسط جديد يصيغ هذا الانسان التونسي ويصيغ هذا الانسان المصري وغدا سيصيغ الانسان السعودي وبعد غدا سيصيغ الانسان الاردني هذه المنطقة كلها تتغير اثبتت الإنسان انه اقوى من الاله واقوى من من <مصر> من, من البي 52 القاذفه العملاقه واقوى من كل الدبابات ابرامز هذا الانسان هو الذي يصنع التاريخ وليس الدبابات وليس الخونه اللي بيصنعوا التاريخ، اللي بيصنعوا التاريخ هم هم الاحرار، يعني هذه ال... الاسرائيل الان اسرائيل ترتعد خوفا الان، بس اعطي لك بس مثل بسيط لما وقع الرئيس بديش آه... اقول الراحل ال... 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 الراحل يا سيدي محمد انور السادات اتفاقيات كام ديفيد من اسرائيل، تعرف مع اسرائيل قبل الاتفاقيات كان الميزان وزاره وزاره الدفاع الاسرائيليه تحصل على ثلاثين في من الناتج القومي الإسرائيلي سنويا ثلاثين من الناتج القومي الإسرائيلي بعد هيك أصبحت أصبحت يعني ميزانيه وزاره الدفاع 8% من الناتج القومي الاسرائيلي، تخيل يعني على الاقل عندك 20 مليار دولار وفرها سنويا لاسرائيل محمد انور السادات وحافظ عليها من بعده حسني مبارك. الاذلال اللي كانت تتعرض له الامه العربيه من خلال حسني مبارك ومن خلال نظامه ومن خلال عمر سليمان اللي 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 انصرف اللي غار من وجهنا، هذول الناس اللي كانوا عبيد عند اسرائيل، يا اخي نتنياهو حتى امريكا يعني كانت ترفض استقباله ياتي الى شرم الشيخ ويفرش له السجاد الاحمر سب لبني تعلن الحرب على قطاع غزه اهلنا في قطاع غزه ناس مسلمون يعني تعلن الحرب عليهم في قطاع غزه من من شرم الشيخ وهي بجوار الرئيس حسني مبارك يعني فهذا التغيير الان شرق اوسط جديد بي 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 ينمو في المنطقه لكن تبع الشعوب مش مش, مش رايس لا طبعا مش جونداليزا آه. رايس ولا جورج بوش ولا نتنياهو م. اللي هو هذا الانسان الجائع العاطل عن العمل الفقير المعدم المسحوق الكبير بايمانه الكبير بعزيمته العظيم بارادته هذا الانسان هو الذي يصنع الشرق الاوسط الجديد مثلما بدا بصنع هذا الشرق الاوسط الجديد اللي هو محمد البوزيدي البوسعيدي في في, في في البعزيزي في البعزيزي تونس, في تونس. وكل اشقائنا في تونس ها الان تتخيل يا اخي والله انتم العرب الافارقه بدنا ننحني لكم والله العظيم انه انا انتم منكم من العرب الافارقه في في مصر في في تونس وان شاء الله في كل انحاء يصنعوا المعجزه وباذن الله ها وإنت والله العظيم انكم أثبتوا أنه العرب اقحاح اكثر منا احنا المشارقه معلش احنا كلنا امه واحده لكن جميل طبعا جميل تأتي تأتي جميل تاتينا من الغرب. من, من من الغرب آه. جميل آه كنا بلاش انك تمدحهم تشتمنا لا ما لا 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 نعتز فيهم يا اخي منا وفيهم احنا لازم نرد لهم الجميل يا اخي تعرف على ذكر الشرق الاوسط الجديد هذا صحيح انه غونداليزا رايس ومن معها ارادوا ان يرسموا شرق اوسط جديد لكن صف الله سبحانه وتعالى شو قال؟ يمكرون ويمكر الله والله الماكر. خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين طيب دكتور لا. دكتور عزام يعني في القنوات المصريه الرسميه ويعني خلينا من الخاصه التابعه للحكومه والقريبه منها تلفزيون الرسمي وان أتابعه خلال ثلاث ايام الماضيه كانت تدخلات محللين وعلميين كبار من مصر كانوا يتحدثون عن استحاله هناك استحاله وانه هذول العيال الشباب وكانوا يستعملون هذا المصطلح م. الشباب وهذول العيال سيتعبون يعني في لحظه معينه وسيعودون سيعودون كيف تفهم هذا الاصرار من هذه الجماهير؟ مش كانوا يقولون انه هذا شعب غلبان؟ لا وهذا منطق فرعون آه؟ هذا منطق فرعون آه؟ يستخف بمن بالناس. امامه ومن آه؟ حوله يستخف بالناس هذول العيال اثبتوا انهم مجاهدون من الطراز الاول م. شوف التلفزيون المصري مقر الاذاعه والتلفزيون المصري ذهبوا الشباب من ميدان التحرير وساروا مسافة إلى أن وصلوه وحاصروه ومنعوا الموظفين من الدخول والخروج لأنه كان بؤرة فساد بؤرة فساد وإشعال فتن كم شتموا هؤلاء الشباب الذين كانوا يمسون ويصبحون في ميدان التحرير بانتظار هذا التحرير الذي, الذي حصل طبعا للأسف كل نظام من الانظمه الاستبداديه الظالمه وتماما هذا كما كان فرعون وكما يخبرنا الله عنه في القران الكريم يحيط نفسه الطاغوت هذا بشله من المنتفعين منهم بعمائم منهم بعمائم وهؤلاء عذابهم في جهنم اعظم عذاب لانهم يستغلون الدين ويفتون بايات الله وباحاديث الرسول لكي يبرروا للطاغي طغيانه ومن فضل الله إنه في الإسلام ما فيش عندنا كنيسة يعني ليس يوجد لدينا هيئة ولا رجل يدعي أنه ممثل لله ومنهم باسم الفكر المفكرين ومنهم إعلاميين ومنهم صحفيين ومنهم محللين خاب فألهم والله سبحانه وتعالى خيب ظنهم وانتصر الشعب المصري وبإذن الله هؤلاء جميعاً يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوبوا يعني احنا لا نريد ولا نحب أن نشهد آه لا عمليات انتقامية, عمليات انتقامية ولا نحن نريد للأمة المصرية أن تنهض ونريد لمن كان مخطئا أن يعي أنه كان مخطئا وأن يعود إلى صوابه لكن يتعاون جميعا في إعادة بناء الأمة المصرية التي دمرها هذا الطاغية ومن ساعده من زبانية سيد عبد الباري أتحدث عن محور الإعلام ودور الإعلام يعني شتموا الجزيرة وشتموا الحوار وشتموا قنوات أخرى ونعتونا بكامل الأوصاف ونتصلي رسائل يا عملاء يا كذا يا فوضويون يا تريدون قلب نظام الحكم والفوضى في البلاد بس اذا كان أه، اذا كان لنا نصيب في ذلك فنفتخر <applause> به آه، ونعتز به كثير كثير من الشتايم <applause> في هذا الاطار يعني في انه انتم خونه وانتم عملاء وانتم كذا وتريدون الفوضى في لمصر وفي الامه العربيه وجاء الاعلام الاخر التابع الموالي سميه ما شئت أه، الذي كان يغني بنفس هذه الاغنيه احكي لي كلمه على دور الإعلام في ثورات مثل هذه من وقف مع الثورة ومن وقف ضد الثورة يعني أولا دعني بس يعني أوضح لصديقي الدكتور عزام أنا عندما يعني أشيد بأشقائنا في المغرب وفي إفريقيا يعني أستثير غيرة أبنائنا وأشقائنا في هذا المشرق المعفن احنا 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 حقيقه الذين كانوا يطالبون بتكريس حكم مبارك وخروجه بشكل لائق او اقامته بشكل لائق هم المشارقه العرب المشارقه للاسف نعم. للاسف هذا يجب ان نعترف فيه نحن نرى ثورتين واحده في تونس واخرى في, في 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 مصر ولا نرى ثوره في اي دوله مشرقية اللي كانوا يدعوا البطوله ويدعوا انا استحث شعوبنا في المشرق العربي بان يقتدوا باشقائنا في تونس وان يقتدوا باشقائنا في القاهره هذا قصدي نحن امه واحده نحن ننتمي الى عقيده واحده نعود الى الاعلام ايضا الاعلام المشرقي، من الذي كان ضد الثورة في تونس وضد الثورة في مصر؟ الاعلام المشرقي، الاعلام الخليجي على وجه التحديد، الاعلام السعودي على وجه التحديد، يجب أن نعترف بذلك وأن نقول بذلك. من الذي كانت جبهة واحدة مشكلة تخون الذين يقفون مع الثورة، تخون الحوار وتخون الجزيرة وتخون كل صوت شريف يعني يقف مع الأمة في 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 نضالها من أجل التخلص من من هؤلاء الطواغيت الذين أذلوا هذه الأمة الإعلام لعب اكبر دورا في 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 تضليل الشعوب العربية على مدى 30 عاما تحت مسمى الاستقرار تحت مسمى إطاعة أولي الأمر اللي هم المشايخ كمان لازم نتحدث عن هؤلاء المشايخ اللي هلكونا أنه إطاعة أولي الأمر إطاعة أولي الأمر يعني من هو أولي الأمر هذا الأولي الأمر الفاسد اللي جمع 40 إلى 70 مليار دولار من من, من عرق الشعب ومن 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 تعبه هذا أولي الأمر هذا يتبع اللي يسرق شعبه شعبه 50 مليون 40 مليون مصري تحت خط الجوع على أقل دولارين من اليوم كيف كيف يستطيع انسان بهذه بهذه المواصفات، نعم الاعلام لعب دور وهاجمونا، هاجموا م. الشرفاء كلهم، وكتبوا فيهم ما لا يقال وانا بحكي لك عن نفسي شخصيا مثلما بدات في هذا البرنامج يا اخي رئيس تحرير الاهرام رئيس تحرير اخبار اليوم يكتب افتحي على الصفحه الاولى يعني يسب عبد الباري عطوان مين انا يا اخي انا انا انسان بسيط انا لا عندي ميليشيا ولا عندي دوله ولا عندي جيش ولا عندي شيء وعندي يعني ما عندي الا الكلمه اقولها نفس الشيء على الحوار هذه الحوار المحطه اللي يعني حاولت ان تقدم يعني النفس الطيب او الجزيره اللي وقفت مع مع الاحرار واينما كانوا وفتحت شاتها للمعارضه المقموعه، الاعلام لعب نعم دور نعم، يعني والله العظيم والله العظيم الاعلام الاسرائيلي كان ارحم ارحم علينا من بعض الاعلام العربي، حقيقة على الأقل كان في يعني تجد كلمة موضوعية على الأقل يعني واحد مش موضوعي لمصلحتنا، لمصلحتهم هم، يعني عمليًا يعني كان في اعلام اعلام مرعب بكل معنى الكلمة، ضخ اعلامي أكم هو أكبر محطة في في الوطن العربي؟ محطة تلفزيونية غير الحوار وغير الجزيرة، في محطات ثانية ما فيش، للأسف فهم عندهم عندهم 50 70 محطة غير محطات الخلاعة اللي شغالة لتضليل الجماهير شوف والله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين استثمروا أكثر خم... من 500 محطة حتى يحرفوا الشباب العربي مم. عن المسيرة. حتى, يفسدوا يفسدوا فتخيل هذا الشباب في مجدان التحرير أوه. رد عليهم ب... بشكل 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 واضح إنه ما... هذا في, في هذا الشباب بيشوف نانسي عجرم هذا الشباب بيشوف روبي بيشوف مش عارف مين والله مش ناسي الاسماء <applause> يا اخي حافظهم قهروني طبعا طبعا مفاجاه مفاجاه <applause> طيب أنا, انا ما بعرفش أه؟ ولا واحده فيهم ما بعرفش ولا واحده فيهم لا 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 ولا نانسي ولا لا 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 <تصفيق> <تصفيق> الان صرت انا ساعود اليك وليك تعطيك قضيه الاعلام لكن معي عبر هاتف من القاهره واحد والله عنده ظاهر وعنده عنده ثأر ايضا مع مبارك ونظام مبارك معي عبد الحليم عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركه كفايه من هناك استاذ عبد الحليم اعطيك الخط ما بديش اسالك ولا سؤال اهلا وسهلا أهلاً بيك. هذا يوم فرح عظيم آه. مبروك 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 عليك آه مبروك مبروك <applause> مش مبارك مبروك <تصفيق> <تصفيق> هذا يوم فرح عظيم للاحرار في كل العالم هذا يوم فرح في مصر السعودي اكتشاف نفسها هذا يوم فرح عظيم للأمة استعيد اكتشاف طاقتها هذا يوم فرح لمصر والأمة مصر التي أهدت قبل 60 سنة لأمتها ثورة الضباط الأحرار ها هي تهديها الآن ثورة الناس الأحرار ما حدث هو زلزال سوف يؤثر في المنطقة بكاملها نعم ندرك في نشوة النصر أننا حققنا بالكاد نصرا في الفصل الأول من الثورة الشعبية المصرية ندرك أننا دخلنا منطقة الخطر لكن هناك فارق كبير جدا بين ان نعيش في خطر او ان نعود الى مواد ان تعيش في خطر افضل من ان تموت وهي هي مصر الان تفتح تزيل الغشوات عن الابصار فاذا بصروها اليوم حديد <applause> كيف هي الاجواء من حولك يعني اولى اولى ردود الفعل من اناس كانوا حولك فرح اسطوري هو نفس الفرح الذي توقعته حين يرحل مبارك باقدار الله او باقدار الناس لاحظ ان عبد الناصر حين رحل خرجت مصر وقد كانت اقل من نصف عدد سكانها الان في جنازه اسطوريه ليس لها شديد في اي بلد في العالم خلال القرن العشرين كله حين مات السادات كانت مصر صامته حين مات مبارك او رحل باقدار الله او باقدار الناس اطلقت مصر فرحها الهستيري وكانها لا تصدق مع انها هي التي صنعت المعجزه اشكرك جزيل الشكر سنعود أوه. اليك في تغطياتنا المستمره من قناه الحواري في لندن لهذه الاخبار السعيده التي تاتينا من مصر ونذكر بهذا الخبر الـ 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 يعني الكبير والرائع تنحي حسني مبارك من على هرم السلطه وتولي قياده الجيش مهامه الرئاسيه وهناك اخبار ايضا جاءت بها محطه البي بي سي تقول ان المجلس الاعلى للجيش سيصدر بيانا يؤكد فيه انه سيحل البرلمان والمجلس الشوري وايضا ان تتولى المحكمه الدستوريه قياده البلاد حتى يعني في هذه المرحله الانتقاليه. دكتور عزام اريد ان اسال يعني في نفس سياق الاعلام يعني هل هل كنا على حق يعني إيه؟ آه. هل لديك شك اه أوكي. هذا السؤال يعني يسال دائما في هذه اللحظات هل كنا على حق شوف نعم احنا كنا على حق احنا نعم. كنا ماشيين في هذا الطريق الى اخره آه. كنا نقول ان نسال الله سبحانه وتعالى الا يعني يفشل لنا أمدا آه. اذا انتصرت ثوره شعب مصر فهذا انتصار وانطلاق لنا جميعا وافاق تنفتح امامنا وإذا لا سمح الله أجهضت. الانتكاسة على الجميع. فنحن سنجهض ونخرج، لكن ما كنا لنستسلم. آه كان التفاؤل يغلب عندنا آه التشاؤم. مم. وكان اليقين بالله هو المساعد. مم. ليه؟ لأنه ما في شوف في تاريخ الأمم كلها، انظر إلى تاريخ مش بس في منطقتنا، كل الأمم الثورة الشعبية لا تنهزم. صح. الثروة الشعبيه تمر في مخاضات في مخاضات مؤلمه يعني الان هم دخلوا كما مناورات قال... كما قال الاستاذ عبد الحليم قنديل الان قال دخلنا الان مرحله الخطر ولكنها مم. افضل من الموت مم. ليه لانه الان مجتمع يريد ان يعيد بناء نظامه السياسي يعيد بناء نظامه السياسي مم. يعني شغله مش سهله آه لكن الخطوات التي اعلن عنها حتى الان هي خطوات صحيحه آه. واظن ان أطياف الشعب المصري توافق عليها المحكمة الدستورية تستلم البرلمان المزور يروح في داهية مجلس الشورى الذي كان يبصم لمبارك وزبانيته بما يريدون يروح في داهية ويعد لانتخابات ديمقراطية معبرة عن إرادة الشعب المصري وعندها يمكن أن نقول أن مصر ستدخل في مرحلة الاستقرار خوفوا خوف الشعب المصري كثيرا بهذه المصطلحات انه حذاري الفوضى الانفلات الامني الحرب الاهليه اذا ذهب مبارك الاخوان المسلمون الاسلاميون سيكتسحون الساحه يعني بعد تجربه تونس يعني هذه المخاوف ربما تاكد انه زائفه اخي حبل حبل الكذب قصير كذبوا كذبوا يعني احترفوا الكذب احترفوا الكذب وابتزوا العالم كله من خلال القول أو فزاعة الإخوان المسلمين أنه إذا حكم الإخوان المسلمين فهذا يعني التطرف الإسلامي إذا ذهب نظام مبارك فهذا البديل هو الفوضى إذا يعني كمان انهارت بنية الدولة المصرية فعلى المنطقة كلها السلام طب شاهدنا الشباب في ميدان التحرير يا أخي شاهدناهم أولا قمة قمة الإدارة للأزمة يعني أداروا الأزمة بشكل والله العظيم يجب أن ننحني لهم بمعنى لم يحرقوا علم امريكي واحد شوف الجمال يعني نعرف قديش قديش هم يعني حبلانين على امريكا لم يحرقوا علم اسرائيلي واحد ليس لانهم لا يكرهون اسرائيل وانما لانهم في اداره ذكيه جدا للازمه يريدوا ان يقولوا نحن مطالبنا عادله نحن مطالبنا في التغيير وواضحه <applause> وواضحه بعدين يا اخي لم تسمع كلمه نابيه واحده من اي من المتحدثين في ميدان التحرير لم تسمع كلمة نابية، قمة الادب وقمة الخلق وقمة الوعي وقمة يعني و يعني شيء 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 جميل النظافة يا اخي يجمع يجمع القمامة، يعني انا عمري ما شفت ميدان التحرير طبعا من خلال الكاميرات، م. انا عشت في مصر انا انا م. انا ادين لمصر بتعليمي، انا لولا جمال عبد الناصر ولولا انه علم العرب الفقراء، يعني لما تعلمت ولما كنت جالسا اليوم، يعني هو هم انا مصر انا ادين لمصر ولشعب مصر بتعليمي وبثقافتي ولا, ولا ولم انكر ذلك مدى حياتي فانا اعرف مصر جيدا ميدان التحرير لم ارى اجمل ولا انظف مما شفتوا من خلال الشباب يعني شيء اعجاز <مصح> يا اخي اعجاز شباب يا, أخي يا اخي حتى أوه حتى, أوه حتى التعبير عن الثوره، التعبير عنها بالغنى، التعبير عنها بالشعر، بعدين يا, بعدين, يا بعدين يا اخي مسرح بعدين يا اخي بدي اقول لك شيء، بقول لك الاسلاميين، شفت عدد العدد غير المحجبات في ميدان التحرير قديش كثير؟ طب هل احنا انا مش انا مع المحجبات طبعا مش ضد المحجبات، بس بقول لك انه هذا يؤكد بانه كل افراد الشعب المصري كانوا على قلب واحد، مش المساله انه والله اللي نازلين في هم الاسلاميين لا طب يا اخي هم العديد طب هذه ما هي مسلمه ايضا وشريفه وعفيفه الغير محجبه ايضا طيب انا كمان. بدي اقرا انا بدي اقرا عليك خبر عاجل وعلقني ليه انت الاول رام الله تتمنى الامن والاستقرار لمصر وتقول نثق بانها ستبقى حريصه على دعم الشعب الفلسطيني انا بذكر الاخ عبد الباري قبل فتره كنت عندنا هنا في الحوار وانت اقسمت يمينا مغلظا انه اذا سقط مبارك سيسقط عباس طبعا طبعا يا اخي بدي اسمع منكم يعني تعليق على يا اخي هذول هذول فريق واحد هذول خندق واحد هذول تامروا على غزه مع بعض هم والصهاينه تامروا على غزه مع بعض وتامروا على القضيه الفلسطينيه وباعونا كلنا في سوق النخاسه بيهنوا الشعب المصري معقولة رام الله مسرورة كما نحن مسرورون أوقف, أوقف أوقفوا مسيرات دعم للثورة وسمحوا لمسيرات أخرى يا أخي هو اللي أوقف مسيرات دعم لأهل غزة أثناء الحرب أي والله يعني كثير عليه أن يوقف مسيرات لدعم ثورة شعب مصر لا, لا لا شوف هذا لا ينطلي على أحد والفلسطينيون يعرفون وعندهم وعي وكان الفلسطينيون يدعون صبح مساء أن يسقط مبارك حتى يسقط عباس ما رايك في هذا البيان من رام الله؟ يعني انا استغرب يعني شوف دوله م. والله يعني انا كانسان فلسطيني والله العظيم اشعر بالعار عندما ارى فلسطينيا واحدا يؤيد هذا النظام في مصر. م. يعني يعني حقيقه طبعا انا امن بحريه الـ 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 القول حر كل انسان حر يتبنى الموقف لكن هذا النظام الذي كان البيان الرسمي من السلطه الفلسطينيه هذا بيان. في رأ... اه دعم الشعب الفلسطيني مش آه. دعم الشعب المصري لا هذا يهني الشعب المصري ويقولوا متاكدين انه آه نعمل اولا نتمنى الامن والاستقرار لمصر ونثق بانها ستبقى حريصه على دعم الشعب الفلسطيني من الذي حقا. كان يتصل بالرئيس مبارك من الذين اتصلوا بالرئيس مبارك متضامنين ومن الذي اتصل بالرئيس زين العابدين بن علي متضامنين م. الرئيس محمود عباس، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفقط يعني اثنين ثلاثة من الوطن العربي للأسف يعني، يعني أنا شعرت بالحزن أن 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 يقف شخص يمثل السلطة الوطنية الفلسطينية ضد المتظاهرين في 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 ميدان التحرير، هؤلاء تظاهروا من أجل فلسطين، هؤلاء يتجاهلوا من أجل قضايا الأمة كلها، يتظاهروا من أجل رفعة هذه الأمة، من أجل رفع رأس هذه الأمة. وليس فقط اسقاط الرئيس مبارك هؤلاء اطهر 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 طلائع في في امتنا العربيه والاسلاميه، لما بتصدوا لهذا الطاغوت الجبار اللي عنده كل اكثر من مليون من الامن المركزي اللي حكم المنطقه بالخوذه العسكريه بالرصاص وبالتعذيب وبالقمع، هذا اللي عذب الشعب الفلسطيني في قطاع غزه مليون وثلاث ارباع مليون جوعهم، هذا الانسان يتصل مع احد يتضامن مع اي انسان عنده ذره كرامه يجب ان يكون في الخندق المقابل له، احنا كشعب فلسطيني احنا اللي عانينا الظلم، نحن اللي يجب ان نتفهم معنى الظلم، ان نتفهم معنى القمع، ان نتفهم معنى اذلال شعب بكامله، شعب عزيز، هذا الشعب المصري شعب عزيز يا اخي، شعب هذا عنده عنده 8000 سنه حضاره، هذا يعني الفتوحات الاسلاميه شارك فيها بفاعليه وهو وهو لم يكن مسلما. يعني يعني فتحت قبرص بـ 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 بقوات مصريه ولم تكن مسلمه، يعني انضموا الى الاسلام وحاربوا من اجل الاسلام. <applause> يا اخي احنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زوجاته يعني في يعني يعني ابنه ابراهيم كان بالمارية <applause> القبطيه يعني عمليا احنا <applause> احنا نفتخر بهذا الشعب ونعتز فيه يعني هذه طبعا الـ 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 بس قصدي بمعنى نرجع <applause> للشعب الفلسطيني بس يعني احنا يجب ان نكون اكثر شعوب العالم احتفالا بهذا الانتصار لانه هذا الانتصار يصب في مصلحه القضيه الفلسطينيه لم يا اخي معقول لو كان في نظام مصري نص وطني بديش اقول نص وطني يستطيع صاحب عريقات ان يقول للاسرائيليين ساعطيكم اكبر اورشليم في التاريخ يستطيع ان يقول هذا الكلام لو كان في نظام مصري شريف في مصر لو كان في نظام مصري يعني 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 يتمسك بابجديات الوطنيه ببديهيات الحقوق الانسانيه هذا المشكله فاحنا يعني انا اتمنى ان ارى طبل ورقص في رام الله اتمنى ان ارى ان الشعب الفلسطيني كله يخرج احتفالا بهذا الانتصار لانه هذا انتصار فلسطيني قبل ان يكون انتصار مصريا طيب اوصل معكم معكما ضيفي الكريمين الاستاذ عبد الباري عطوان والدكتور عزام التميمي هذه التغطيه المتواصلة من هنا من قناة الحواري في لندن لآخر التطورات في مصر ونذكر بالخبر الأخير الذي جاء تنقلته وكالات الأنباء من أن المجلس الأعلى للجيش سيصدر بيانا بعض التسريبات قالت بأن هذا البيان سيتضمن قرارات مهمه من بينها حل البرلمان المصري ومجلس الشورى المصري وايضا توكيل المحكمه الدستوريه بقياده امور البلاد في هذه الفتره الانتقاليه وايضا قرار اخر بحل الحكومه المصريه. فاصل قصير ونواصل معكم هذه التغطيه فلا تذهبوا بعيدا. اهلا بكم مشاهدي الاعزاء نواصل معكم هذه التغطيه المباشره والمتواصله من قناه الحوار في لندن لتطورات الاحداث في مصر ومع هذا الخبر العاجل الذي جاءت به وكاله الانباء الفرنسيه وزير الدفاع المصري يقف في وسط العاصمه ويحيي الشعب المصري هذه بعض الاخبار الخبر العاجل الاخر الذي ينتظره الجميع وهو اعلان المجلس الاعلى للجيش المصري ببيان قيل بانه سيتضمن قرارات مهمه من بينها اولا اقاله الحكومه وحل المجلس الشعبي المصري ومجلس الشورى وايضا اعطاء للمجلس الدستوري صلاحيات اداره البلاد في هذه الفتره الانتقاليه ارحب بضيفي هنا في الاستوديو مره اخرى الدكتور عزام التميمي الباحث الاكاديمي الفلسطيني وكذا الاستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفه القدس العربي صدر هنا في لندن دكتور عزام التميمي انا زرت تونس بعد الثوره وتحدثت مع الناس من جديد يعني انا اسبوع بعد الثوره كنت هناك قال لك اننا نعيد اكتشاف انفسنا طبعا طبعا على فكره آه. هاي ثوره مصر آه. في التاريخ عند من سيكتب بعدنا لن تقل اهميه عن الثوره الامريكيه والثوره الفرنسيه آه. آه. ليش الناس ممكن تحصل انقلابات عسكريه عندهم يروح ضابط يجي مكانه ضابط آه. ويظل الطغيان ويظل الاستبداد لكن الان في مشروعيه شعبيه الآن تكرست الشرعية الشعبية من يحكم مصر الآن يستمد مشروعيته من الشعب من الملايين من الشعب ليس من القوات المسلحة ولا من القوى العظمى ولا, ولا من, من المعونة ولا من الدبابات الأمريكية من الشعب والشعب عندما يذوق طعم الحرية والشعب عندما يثور كما ثار شعب تونس وثار شعب مصر وبإذن الله ستثور الشعوب العربية الأخرى لن يقف طاغوت امامها أوه. اطلاقا <applause> ليه لانه خلاص هذه لا رجعه لا رجعه بعد التحرر شوف الانسان لما يكون مستعبد وذليل ثم يكسر الاغلال وينطلق بعنفوان من يعيده الى الاغلال لا يمكن مستحيل مصر الان تكتب تاريخا جديدا <applause> يعني قضيه اعاده اكتشاف النفس يعني, يعني. آه. بيقول لك انه الان يقول لك ما كنا نقدر نحكي كلمه في المقهى والله العظيم بحكي مم. مع ناس في مقهى في شارع بورقيبه قال لك مستحيل ولا في اي قضيه قال لك الان عم اكتشف التوانسه اللي قدامي يعني عم اكتشفهم يعني عم شوف كيف يفكر التونسي يا سيدي يا سيدي بس اولا يعني اضافه لما تفضل فيه الدكتور عزام سنه 1952 قامت ثوره عسكريه وهذه الثوره العسكريه احتضنها الشعب ما يجري حاليا ثوره شعبيه يحتضنها العسكر تخيل يعني شوف يعني يعني ثوره 52 او يخدمها العسكر او يخدمها العسكر. أو يعني أو يعني الثوره الحاليه قام بها الشعب ها وجاء وجاءت بالجيش يعني هي اللي جاءت بالجيش الجيش في 52 هو اللي جاء بالشعب أو الشعب هو اللي أيد الجيش الآن الجيش يضطر أن يؤيد الشعب وأن يمشي خلف الشعب شوف المفارقة التاريخية يعني هذه كلها في حدود حوالي يمكن 58 سنة 55 سنة يعني بيوريك أو, أو في هذه الفترة حوالي 60 سنة يعني شوف قديش عظمت هذا, هذا الشعب هذا إذا سمحت لي يمكن هذا دليل قطعي على أن هذه الثورة تمثل كل الشعب المصري. طبعاً. ليش؟ لأنه لو كانت تمثل فئة قليلة كان الجيش لم يخضع لها ولم يخدمها. أبداً. شوف يعني تخيل الجيش يخدم يعني أجبرت هذه شوف الجيش في البداية كان مع النظام. الجيش في البداية كان يحاول التستر على النظام. وأصلاً كان النظام هو جزء من الجيش يعني من 52 حتى الآن لم يحكم مصر إلا العسكر. لكن يعني هذا الشعب أجبر الجيش. ان ان ينحاز الى الشعب اجبروا يعني غرغ من عنه ان ينحاز الى الشعب وهذا ما حصل في اي ثورات في في العالم يعني بوريك قديش عظمة هذه الثوره وتميزها عن كل الثورات الاخرى اللي صارت حتى في المنطقه العربيه نعود الى تونس انا يعني يا اخي في هذا البرنامج يا اخي وروني نجوم الظهر في تونس يا اخي هذا عبد الوهاب عبد الله هذا وراني يا اخي يا اخي جنني اقول له يا دكتور يا دكتور احنا بنرسل 3000 في الاول كنا 5000 نسخه بعدين 3000 نسخه الى تونس انتم بتحطوها في المطار خمس ايام يعني و واربع ايام يعني مشكله ارسال نسخ يا من الخط العربي لتونس آه يعني يا اخي آه آه آه. آه. انه أقول له قول له يا اخي يعني طب يا تصدروها يا بتنزلوها بس تنزلوا اربع اعداد مع بعض طيب انت خربت بيتي كسرتني طبعا تتذكر مره صدروا العدد اللي نزل فيه عن كتابي اي ما كتابه لانه كتابي عن الشيخ راشد صادر العدد <applause> صادر العدد يا سيدي ازيدك من الشعر عودك, عودك. <تصفيق> <تصفيق> يا دكتور عزام ولا ما عودك <applause> وعطاك العويه لا في سبيل طب يا سيدي يا سيدي يا خرب بيتي الدكتور هم هو والترابي كلهم يعني كل شيء ترابي عزام تميمي مش عارف راشد طيب طب يا سيدي راشد الغنوشي يا اخي كان يطلع العلماء المسلمين كان يصدروا بيان مثلا دعم للشعب الفلسطيني 400 عالم من بين ال 400 عالم اسم راشد الغنوشي طبعا مين ينشروا ما في جريدة القدس العربي لانه ما ينشر حد ينشر لهم لا انشروا انا طبعا تاخذني العزه بالاثم زي بقول <applause> معلش فانشروا مقرا يا اخي صادر العدد لانه في اسم راشد الغنوشي بين 400 اسم اقول يا دكتور قل لي هكا هو يا اخي هكا يا اخي طب أرب... واحد من 400 واحد راشد الغنوشي يا سيدي طب ازيدك <applause> من, من الشعر ازيدك من الشعر بيت كمان معلش طب طولوا بالكم علي انا فرحان وي. يا سيدي <applause> معلش معلش, معلش. يا <applause> سيدي <applause> حسون المصباح الزميل الاديب التونسي الرائع حسون المصباح مره زميل عمل معه مقابله مقابله ادبيه بيحكي حسون المصباح يعني كاتب رواي كتب في المقابله يعني سطر واحد قال انه الروايه التونسيه تراجعت سطر العدد يا جماعة ليش بتصادروا؟ ما في شيء سي... انا بدور سياسة قلت لهم ما في لا في لا في الدكتور الترابي ولا في القرضاوي ولا في الغنوشي ولا كلهم هذول حذفنا لكم اياهم، طيب ليش مصادرين العدد؟ ولا كتاب عزام طب ليش مصادرين العدد؟ قالوا يا اخي كيف تقول انه القصة التونسية تراجعت؟ ما في شيء يتراجع في عهد بن علي <applause> كل شيء يتقدم في عهد الرئيس إلا بن علي تخيل تخيل وصدرت الله يسامحه وحسن المصباح ف 3000 عدد كبت في الزباله لانه بس قال فعمليا الشعب التونسي فعلا يستع هذا شعب بطل يعني يعني النظام التونسي نظام بوليسي قمعي يعني كتم على نفس هذا الشعب تعرفوا مش عندهم الانظمه هذول يعني على على كلامك انه كانوا ما يستجروش ينطقوا بكلمه والان يعيدوا اكتشاف انفسهم هذه الانظمه زرعت الرعب في قلوب الناس صح. صار الواحد يخاف من زوجته أيوة من الله. ابنه يقول لك يعني يمكن العرب الوحيدين اللي عندهم المثل انه الحيطان لهودان رعب بينما شوف لما الرعب بيزول شو بصير بينهار النظام بينهار على طول ما بيصمتش بس سيدي انا اقول لك عن الرعب ومن اول مره بحكيها الشاذ القليبي اللي هو الامير العام السابق للجامعه العربيه وعضو من الحزب الدستوري ما بعرف هو عايش ولا مات اذا عايش الله يحييه يا سيدي مرة رحت زرته في بيته فأخذني على الجنينة برا هو طلب يعني حقيقة فسألت عنه فقال انه بيستناني فيه عنده بيت متواضع عن بسيط ورحت شفته فأخذني على الجنينة برا برا على الجنينة قال لي شوف قال لي اعرف انهم يضايقوك الله العظيم قال لي استاذ عبد الباري اعرف انهم يضايقوك واعرف انهم يصادروا اعداد بس ارجوك ارجوك تحمل لانه هذه الرئه العربيه الوحيده اللي نتنفس فيها ارجوك اصمد لانه خلي الجريده توصلنا احنا بحاجه الى نفس احنا مخنوقين والله العظيم هذا الشاذ الإقليبي وانا اقولها لاول مره الان ذهب النظام فحتى يعني في حل اني اقولها لانه زي ما بقول المجال او الحدائق اسرار مش البيوت اسرار لو حكى في الحديقه كان خايف يحكي يكون بيسجله في, في بيته كان خايف يسجله في بيته حكى برا في زوال زوال الرعب هذا يحتاج الى <applause> تضحيات شوف ما زال بدون تضحيات يعني في تونس محمد بن عزيز رحمه الله عليه الله يغفر له ان شاء الله ويدخله الجنه ان شاء الله والذين استشهدوا في تونس أوه. العشرات, العشرات. وال ويزيدون الذين استشهدوا في مصر صحيح هذول اللي صنعوا الثوره اي والله ليش لانه بدمهم دم دمهم الذي اريق إيه. نزع الخوف من قلوب الناس اي والله الناس لما بتضل خايفه شوف الان في السعوديه حدا بالسجن يتكلم؟ والله لا سعودي ولا مواطن ولا ولا وافد ولا اجنبي كلهم بيخافوا بيتلمسوا ليش لانه اللي بيتكلم بكلمه بيقول لك بيختفي ما حدش بيدري عنه لكن لما بيطلع جماعه مستعدين انهم يضحوا ويتكلموا وانا احيي الذين اسسوا حزبا على فكرة طبعاً. هو طبعاً. طبعا السعوديه ما فيش فيها احزاب طبعا شوف هم يعني فكرك بيروحوا طلبوا من الملك انه بدنا نسجل حزب راحوا اسسوا حزب تسموه حزب الامه الاسلامي ما شاء الله واطلقوا ووضعوا اسماءهم هذه بدايه الشجاعه لانهم يعرفون حت. ان الذي يضع اسمه على مثل هذا المشروع ويريد ايش اهم اهدافه يريد ان يعيد الحقوق السياسيه والمدنيه للشعب السعودي اي والله يعني لأنه محرومين من الحقوق هؤلاء أو. نحييهم لانه هذه بدايه التضحيه ونزع الرعب مم. والخوف من القلوب أي والله ربما سأضيف على هذا الكلام انه حطوا قائمه فيها 188 معتقل في السعوديه هذو المعتقلين ما يسمى بالناشطين الحقوقيين والسياسيين هذو نصهم بدون محاكمه يعني وهم موجودون الان في سجون السعوديه وهذا الحزب اضافه الى بعض ال الناشطين السياسيين والحقوقيين تبنوا آه هذا المطلب آه سنعود الى هذا الموضوع اكيد في حلقتنا القادمه صحيح. آه 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 أريد, اريد ان اسالك يعني خطاب امبارح آه. كان واقف ويقول انا خدمت الامه م. وانا ابن الشعب م. وخطاب ابوي وانه انا كنت يعني شاركت في الانتصارات والانتكاسات للشعب المصري هل فعلا هذا الرجل يرمز لنظام خدمة مصر والناس يتحدثون عن منظومه قمع منظومه فزات وتزوير لو كنت ورشوه أنا لو كنت كاتب خطابات الرئيس مبارك لكتبت خطابا مختلفا بس الحمد لله ما حدش من الزعماء طلب مني أكتب له خطاب. آه. الحمد لله ولن يطلبه <applause> يعني بس أنا بس حتى قبل ما أعلق على هذه النقطة آه. بدي أتحدث على السعودية. آه. اه هذه القدس العربي يعني دائما فيها هيك شيء لله مثلا يعني حجبنا النظام التونسي حجب موقعنا فسقط. حجب <applause> موقعنا النظام المصري فسقط خلينا نشوف مين المحجوبين فسقط الحمد لله فسقط حجبنا النظام التونسي فسقط وحجبنا النظام المصري فسقط ويحجبنا الان النظام السعودي وباذن الله سيسقط فانا اقول لهم ارفعوا الحجب عن موقع جريده القدس العربي قبل ان تسقطوا لان من يستمر في حجب هذه الجريده سيسقط هذه بس نقطه وارجو ان يسمعونني الان محجوب موقعنا في المملكه العربيه السعوديه مثل ما حجب في تونس مثلما حجب في القاهره، فربما يكون هذا فالخير فأ للشعب السعودي حجب موقع إيه القدس العربي ان شاء الله هذه نقطه مهمه، طب كيف انت طبعا؟ <applause> <applause> بس انا والله مش عارف انت انا انا الحقيقه اكثر شيء حز في نفسي م. انه لما رحنا على الحج كان معنا الشيخ راشد <applause> يعني اه هذه الحادثه خبرنا عنها يعني يعني مره ثانيه صح. صح يصعب علي أن, ان انسى ذلك الموقف يعاد من مطار جده وهو بلباس الاحرام تخيل يا, يا اخي هذول اللي بيدعوا انهم خدمه الحرم هذول اللي بيدعوا انهم بيقودوا الامه الاسلاميه هذول اللي بيدعوا انهم على مذهب الامام محمد بن عبد الوهاب وابن تيميه كيف بترجع واحد من مطار الله. جده وهو بلباس الاحرام جاي جاي بيقول لبيك اللهم لبيك العظيم كيف كيف لا. هذا كيف يعني كيف يتقبل هذا الانسان هذه الانظمه مآلها الى ان يغضب الله عليها لانها اغضبت الرب شوف لما بترجع واحد جاي يقول لبيك اللهم لبيك <applause> يا, أخي يا اخي لا جاي لا جاي يتسول عندك ولا جاي يطلب معونه ماليه ولا جاي جاي لربه انما جاء موحدا ملبيا وترجعوا من مطار جده لن يديم الله سلطانهم اي والله لن يديم الله سلطانهم يا اخي زميلنا زميلنا بسام بدرين وزوجته واطفاله ذاهب الى العمره يا اخي لما عرفوا انه مراسل للقدس العربي جننوه يا اخي لغايه الرجل يعني اصبح يعني بالقوه تدخلت الحكومه الاردنيه حتى يروح يعني ذل و يعني حجزوه تتخيل ويحكي لي قبل ثلاث ايام يعني جاءته فيزا من الرياض يعني ليذهب لتدريب يدرب وسحبوا هذه الفيزا منه يعني في انه الما... لا دفعوا 40 دولار وما رجعوا له فكتب مقال في القدس العربي يطالب سعود الفيصل باعاده ال 40 دولار اللي دفعها بيقول <applause> له لا وانا اقول له للزميل بسام بدين 40 دولار مع الفوائد ايضا هو سبب يعني عمليه تخيل حدو... يا اخي يا اخي بلدنا هاي السعوديه يا اخي هذه مقدساتنا أنا... انا من حقي من حقي انا انا اعتمر ومن حقي انا احج بكل حريه وبكل راحه وبدون مضايقات ليش يعني اذا انا اختلفت معهم بالراي <applause> لماذا لماذا القط بس على نقطه آه مبارك يعني بس يعني اه مبارك ما هو الحديث شجون آه يعني بس معلش يعني يعني خلينا حكينا سياسه كثير خلي الناس يشوفوا <applause> هذه التجارب اللي احنا صح. على فكره خبر راشد خبر منع راشد الشيخ, <تصفيق> الشيخ <تصفيق> راشد الغنوشي من الحج انا نشرته وهو الرجل كان على قمه الخلق وقمه رفض يعني لا لم يرد ان ينشر الخبر وانا اصدقاء هم الذين جابوا الخبر وانا نشرته على الصفحه الاولى في القدس العربي قالوا وقتها يا شيخ راشد هذا الذي عملوه معك لا يجوز بحق خلينا نعمل برنامج خلينا نقول للناس ايش اللي حصل قال يعني انا ذهبت كنت ذاهبا للحج اقصد الله تعالى ولا اريد ان انه اي من اجره يبطل بسبب اي مماحكات سياسيه فالرجل يعني في غايه التهذيب والله والترفع وكل الله علي. والله علي. آه. وان شاء الله كتب له الحج والله كتب له الحج بس على ذكر خطاب مبارك آه. يعني يا اخي خطاب الامس كان قمة الغطرس يا أخي جبار فعلا يعني فعلا يعني والله فرعون ما تجبر باللهجة العمية. العامية لا وإحنا كمان باللهجة العامية شو بنقول بنقول كان في غاية التياسة والتياسة <applause> غباء تعرف لو أنا مطرحه أو لو أنا كاتب خطاباته والله الحمد لله لا لا. لو قلت الخطاب كالتالي الشعب المصري العظيم لقد أسأت إليكم ارتكبت أخطاء لكن أنا عندما تمسكت بالحكم كان هدفي هو الحفاظ على مصر. انا رجل مريض ومصاب بمرض السرطان والسرطان في البنكرياس، انا امامي حسب تقديرات الاطباء شهر او شهرين على اقصى تقدير في هذه الحياه. انا اريد فقط ان اعدل الدستور، وثم بعد ذلك ان اذا سمحتم لي ان ادفن في بلدي مصر. انا لن اعيش طويلا، اريد ان ارتاح، وكل هدفي يعني لم يبقى امامي شيء. فأنا لست متمسكا بكرسي الحكم أنا متمسك بمصر أنا متمسك بكم أنا أريد أن أموت بينكم أريد أن, أ... يعني أن آخر شهرين في حياتي أن أحقق طموحاتكم في الإصلاح الدستوري الذي تطلعون إليه وأعدكم بأنني لن أعيش حتى أستمر في الحكم ولن أورث ابني خلاص لم يبقى أمامي شيء أخطأت في حقكم نعم حتى أموالي هذه التي تحدثون عنها سأتبرع بها كلها إليكم للشعب المصري لبناء مستشفيات لبناء مدارس وأذهب إلى لقاء وجه ربي يعني وآمل أن ترضوا علي وأن تسامحونني والله لو عقدت خطابا بهذه الطريقة والله الشعب المصري آه، طيب، لغفر له. لكن ربنا نعم. أراد أن،, أن لا يريه الحق يعني في اراده ربانيه يعني أوه. زرع فيه الغلط يعني قالوا, قالوا 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 خاتمه فيك. انا ما بقريش الا دقيقتين دقيقه ال... انا راح اعطيك الدقيقه واختم مع الدكتور طيب كمل دقيقه انت دقيقه آه. للشعب المصري يعني اقول لهم شكرا والله شكرا للشعب المصري شكرا لكل الكادحين في مصر شكرا لكل شباب مصر شكرا لكل عجائز مصر شكرا لكل ارحام مصر التي انجبت لنا هذه الطلائع المقدسه هؤلاء الرجال اللي 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 نعتز نعتز بهم وتعتز بهم الأمة والعقيدة وغيروا تاريخنا رفعوا رؤوسنا أزالوا الاكتئاب من نفوسنا والله العظيم لم أشعر بالفرحة التي أشعر فيها في حياتي والله كأن فلسطين تحررت والله أرى فلسطين حرة عزيزة كريمة بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه لنا هذا الشعب المصري العظيم دكتور في دقيقه كلمه للشعب المصري يعني شو تقوله في هذا اليوم هل بامكاني ان اضيف او ازيد ولكن يعني انا اقول انه الان الشعب المصري بعد هذا الانتصار سيدخل في مرحله في غايه الاهميه هم بحاجه الى ان يؤلفوا بين قلوبهم ويعفوا بعضهم عن بعض ويبداوا باعاده بناء النظام السياسي في مصر لأن مصر الآن الأعين أعين العالم العربي والإسلامي بل أعين العالم كلها تتجه إليها فصحيح المرحلة التي مرت مرحلة كان فيها مخاض ومخاض مؤلم وعسير لكن المخاض اللي قادم ليس أقل إلاما وليس أقل عسرا ولكن بالتعاون وبالتكاتف وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى باذن الله سيتجاوزوه. انا ايضا اريد ان يعني ان اشكر كل التقنيين والصحفيين في قناه حوار اولا على هذا المجهود يعني الجبار الذي الذين الذي يقومون به وقاموا به في ثوره تونس ويقومون به في في هذه الايام ايضا لكل التقنيين والصحفيين في قناه الجزيره هذا العمل الجبار الذي عملوه هم زملائي اريد ان احييهم من قناه الحوار وقد علمت البارحه ان مراسل الجزيره يعني كان بدهم واحد ينتقل الى مصر فمراسلهم من باريس عياش دراجي هذا الصحفي الجزائري وهذا الصديق العزيز سفروه على المنصوره فكان ومراسلهم في لندن كان في الاسكندريه اه فراح للمنصوره ومن حظه السعيد انه في اليوم اللي عمل يعمل فيه المراسله من المنصوره سقط حسني مبارك فانا احييه من هنا من لندن ومن قناه الحوار من هنا التغطية مستمرة سيكون معكم زميلي موسى العمر في هذه التغطية أذكر من قناة حواري في لندن لآخر تطورات في لندن آخر أخبار كانت تتحدث عن قرارات مهمة أذكرها قبل أن أغادركم بيان من المجلس الأعلى للجيش بحل الحكومة حل البرلمان والمجلس الشورى وإعطاء الصلاحيات أو منح الصلاحيات للمجلس الدستوري المصري بقيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية أشكركما جزيل الشكر الدكتور عزام التميمي الباحث والأكاديمي الفلسطيني وكذا الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن على مشاركتكما معي في هذه التغطية حظنا سعيد أنه في هذه التغطية كان الله. سقط مبارك شديد الأعزاء القاكم مره اخرى في لحظات سعيده وكبيره الى ذلكم الحين استودعكم الله والى اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم ايها المواطنون في هذه الظروف العصيبه التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحه لاداره شؤون البلاد والله الموفق والمستعان